أهلا بكم مشاهدينا إلى موعد جديد في رحاب الحالمة، وفيها دائما يطيب اللقاء. مواضع عدة تشكل بناء هذه الحلقة، بعضها سيكون مثار نقاش مع مختصين وصولا إلى إجابات بشأنها، وأخرى انطلقها استطلاع نستكشف من خلالها طبيعة الأرض وأجواء الحياة في هذه المحافظة. لنتوقف وإياكم على موضوع يروي كيف يحافظ البعض على مهن ازدهرت في زمن الآباء والأجداد، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: تزايد أعداد ضحايا ألغام الحوثيين في تعز، وناجون يشكون تفاقم معاناتهم ويطالبون بالتعويض. عروض المانجو، أساليب تسويقية تتبعه الكافتيريات والبوفيهات بتعز لجذب الزبائن. محمد يحيى عمر، خبير تجبير العظام بالطريقة التقليدية ضمن مسيرة متوارثة في الطب الشعبي. مشاهدينا، تتزايد أعداد ضحايا الألغام التي تتعمد ميليشيا الحوثي زراعتها في المناطق الآهلة للسكان والأراضي الزراعية في إطار حربها المتواصلة على تعز، ويشكو ناجون من إهمال الحكومة لهم من حيث تركهم دون علاج وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم وملاحقة الميليشيا على جرائمها بحق المدنيين أمام المحاكم الدولية. باحثاً عن بقايا أمل بين هذا الحطام المتطاير، علّه يمكنه من استعادة التوازن والعبور ثانية على السكة نحو المستقبل الذي تبدد حلم الوصول إليه قبل سنة ونصف، وقت انفجار لخم حوثي مضاد للدروع أتى على جرافته أثناء تنفيذها مهمة لرفع المخلفات من شوارع وأحياء منطقة ثعبات بمديرية صالة. الحاج مقبل عقلان فرحان وقد عاد إلى ذات المكان، حيث وضع إجرام الميليشيا الإنقلابية حدا لمسيرة عمل جرافة هي حصيلة كده وعرقه ومصدر رزقه الوحيد لعقود. أصبحت لا حول لي ولا قوة بعد ما انفجر بي هذا اللغم، وأنا أسرتي كلها أكثر من 20 أسرتي وجماعتهم اللي يشكى علينا هذا الشيء، والمعنى غيره الآن. احنا الان ما نكون لي سنه وستة شهور ولا من لفتنا تمام، ولا معنا شيء، ما يعيد كله ما يعيد فاضيه. وحده الصمت من يقابل الحاج مقبل في المكان، يؤكد الرجل انه منذ عام ونصف وهو في ملاحقه مستمره مع مسؤولي السلطه المحليه بالمحافظه ولم يجد سوى وعود. بين يدي مقبل ملف يحوي تقارير رسميه عن الواقعه وتوجيهات بالتعويض، حيث وكانت الجرافة تعمل لحساب السلطة المحلية أثناء انفجار اللغم بها، وهي تقوم برفع المخلفات في إطار تطبيع الحياة شرق المدينة. بحرقة يتحدث الرجل عن معاناة مستمرة جراء متابعته رحلة علاج ولده عبد العزيز سائق الجرافة الذي كاد الانفجار أن يودي بحياته، وتحمل هو تكاليف علاجه بالمستشفيات طيلة 18 شهرا. سنصلح لك سنعمل لك، رغم أن المحافظ قد عمل بأوامر لمدير الصالة يعملوا وهذا عملوا تمام، لحد الآن ما جابوش مهندس حتى يكشف من طرفهم ويشوف الواقع والحاجات. أنا خلاص بعد سروس منكوب من المستشفى للبيت وأنا عالق الولد. لا يزال عبد العزيز يتذكر تفاصيل الحادثة عندما انفجر اللغم وقت كان يعمل على الجرافة، يقول وهو يتكئ على عكازتين أنه ممتن لله على تجاوز كثيرا من خطر الإصابة، تمثل أبرزها في قرار طبي ببتر الساق في حال عدم نجاح العملية الجراحية الأولى. يعرض صورا توثق وضعه الصحي قبل أن يتمثل للشفاء أو أن يتمكن من السير على عكاز. يؤكد جازما أن ميليشيا الحوثي هي سبب مصيبته، ومع ذلك فإنه لا يعفي السلطة المحلية بتعز من تحمل مسؤولياتها
والقيام بواجبها من خلال دفع تكاليف العلاج والسفر لإجراء عملية توصيل عظمة الساق وتعويضه عن خسارته للجرافة باعتباره من المدنيين ضحايا الألغام الذين أصيبوا وهم في مهمة عمل. القرم الأول الحوثي بسبب زرع الألغام بمناطق سكنية، ما كنت أشتغل منطقة سكنية آمن، يعني منطقة كباقة المناطق أشتغل بها وطبيعي، شارع رسمي يرفع المخلفات. يعني أثناء العمل مفقر باللغة، ما دريت اللغة المستشفى بعد 3 أيام، والسلطة المحلية لم تعوضني أي حاجة لليوم ولا عملوا لي حاجة، مكنون طلعة نزلة ولا حد لا وانت على حسابي الخاص عمليات وجارحة وما زلت أحتاج عمليات أخرى. تزرع ميليشيا الحوثي الإنقلابية آلاف الألغام وحولت كثيرا من المناطق السكنية في تعز وغيرها من المحافظات إلى مصائد لخطف أرواح الأبرياء وخلق عاهات مستدامة، الأمر الذي يستوجب جهود رسمية في مواجهة ذلك وتقديم الدعم النفسي والمادي للمتضررين من جرائم الميليشيا وأساليبها القاتلة القذرة. وللوقوف على هذا الموضوع نستضيف معنا المحامي ياسر الملكي. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا. قصص المعاناة مع الألغام كثيرة في تعز بسبب زراعة ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية والأراضي الزراعية بمئات الآلاف من الألغام، في أي سياق يمكن وضع مثل هكذا جرائم، وما هو التوصيف الذي يمكن إطلاقه على هذه العمليات الممنهجة بحق المدنيين وفق القانون الدولي؟ البداية هو زراعة الألغام في مدينة تعز وفي محافظة تعز بشكل عام، هي بدأت منذ 2015 أثناء اجتياح جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح لهذه المحافظة. تم زراعة الكثير من الألغام، أستطيع أن نقول أنها الآلاف من الألغام في عدد من الأحياء السكنية في مدينة تعز، مثلا في حي الحصيب، في حي الدحي، حي الأحياء الجحملية والجمهوري وأحياء المقلية وغيرها من الأحياء، طهرت العديد منها وبقيت المناطق التي لا تزال تشهد الآن أو على خط التماس. هو القانون الدولي جرم العديد من الأسلحة بشكل نهائي، من بين هذه الأسلحة الألغام، إضافة إلى أسلحة متنوعة كالأسلحة النووية، الأسلحة ذات الطبيعة العشوائية. هذه الأسلحة بطبيعتها مجرمة، بمعنى أنه لا يجوز استخدامها بالمطلق، وبالتالي الألغام هي من بين هذه الأسلحة المجرمة دوليا، لأن ضررها لا يكون على المدى القريب وحسب، بل يمتد أثره على التنمية، على التعليم، على كافة مختلف أو أطر وجوانب الحياة في المستقبل، وبالتالي جاء تجريمها على هذا الأساس. وبالتالي المحكمة الجنائية الدولية أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عد هذه الجريمة من جرائم الحرب. هذه زراعة الألغام بالتحديد خصوصا في المناطق المدنية، الألغام المضادة للأفراد أو الألغام المضادة للدروع، هي مجرمة بشكل قاطع. ولو أخذنا نموذج مقبل الشرعبي الذي فقد جرافته بانفجار لغم أرضي مضاد للدروع بأحد الأحياء السكنية في مديرية صالة، وأيضا أصيب ولده يعني وتحمل تكاليف علاجه، قصة مؤثرة. كيف يمكن يعني قبل الحديث عن المسؤولية القانونية إنسانيا، ألا يفترض على الجهات الحكومية التي كان يعمل معها برفع المخلفات أن تقف معه وتقوم بتعويضه؟ هو مقبل الشرعبي واحد من بين آلاف الضحايا في مدينة تعز. كلنا شاهدنا مثلا ضحايا أطفال، ضحايا نساء من رعاة الأغنام، ضحايا من مشاة السير أو خطوط السير. كثير من هذه الحوادث أستطيع أن نقول أنها لم تجد انتصاف حتى اللحظة. على الجانب الإنساني، هو يفترض ابتداء على من زرع هذه الألغام عليه التعويض، لكن في إطار المسؤولية الحكومية أو المسؤولية الدستورية إزاء هؤلاء المواطنين، فإن الحكومة اليمنية واجب عليها القيام بمسؤولية هؤلاء، علاجهم، تهيئتهم نفسيا، إعادة إدماجهم إلى المجتمع،
كل هذه الأشياء يجب أن تتكفل بها الحكومة اليمنية على المستوى القريب. هذا لا يعفي مسؤولية زارعي هذه الألغام جماعة الحوثي بالتحديد، لا يعفي مسؤوليتها عن تعويض هؤلاء والقيام بمسؤوليتها، إضافة إلى مسؤوليتها الأساسية وهي منع زراعة الألغام أو عدم زراعة الألغام وتسليم الخرائط لهذه الألغام في المناطق المزرعة. نعم، ومثل هذه الحالات التي تترك وحيدة لمواجهة القدر، كيف يعني هل من سبيل يمكن أن يسلكه هؤلاء لتحريك ملفاتهم والانتصار لقضاياهم، خصوصا وأن الإهمال هو من يزيد من حجم المعاناة؟ هو للأسف الشديد اليمن على المستوى العام ليست مصادقة على نظام روما المشير للمحكمة الجنائية الدولية. هذه الإشكالية القانونية التي تقف عائق أمام الضحايا. هل يعني ذلك إمكانية مقاضاة الإنقلابيين ورفع هذه الملفات ملفات الضحايا أمام محاكم دولية للبت فيها؟ هو أمام الضحايا عدد من الوسائل والآليات، أبرز آلية وهي التي يمكن تحريك بها تحريك ملف اليمن وهي محكمة الجناية الدولية. للأسف الشديد اليمن ليست مصادقة على نظامها، وهو شرط أساس لأن تكون اليمن مصادقة على هذا النظام حتى يستطيع الضحايا التقديم أمام هذه المحكمة. لكن هنالك جزئية محددة وضعها القانون الدولي، وهو أن مجلس الأمن الدولي يستطيع عبر أحد دوله أو المجلس بعمومه أن يحيل ملف اليمن ومرتكبي جرائم الحرب في اليمن إلى هذه المحكمة. حتى اللحظة لم تفعل هذه الآلية. الشيء الآخر، هنالك آليات وطنية، مثلا اللجنة الوطنية للتحقيق وهي لجنة حكومية مدعومة من المجتمع الدولي، تستطيع توثيق هذه الضحايا حتى يأتي الوقت المناسب لتحريك هذه الملفات. هنالك آلية أخرى وهي لجنة الخبراء الدولية، لكن للأسف الشديد بضغط استطيع أن نقول ضغط دول التحالف العربي تم تجميد عمل هذا المجلس أو هذه اللجنة، وهي كانت لجنة مهمة في سبيل تحقيق أو انتصاف الضحايا. الآليات الوطنية وهي المهمة الخاصة بالقضاء للأسف الشديد غير مفعلة، يعني لا يمكن للضحايا الاتجاه إلى هذه الآلية للهشاشة البنيوية التي يتمتع بها القضاء اليمني. طيب، واهتمام الدولة كيف تجده في ملف الضحايا في تعز تحديدا، وما المسؤولية التي يجب عليهم يعني للتخفيف عن هؤلاء؟ هو قلت في الأساس أن مسؤولية الحكومة أو الحكومة اليمنية كجانب دستوري عليه القيام بكل ما يتعلق بهؤلاء الضحايا، سواء من علاجهم أو تهيئتهم نفسيا أو غيره. لكن حتى اللحظة ما نرى أو أستطيع أن نقوله أن دور الحكومة اليمنية للأسف الشديد دور محدود جدا. ما يمكن التعويل عليه حاليا هو المنظمات الدولية الداعمة للجوانب الصحية، هي في هذا المجال شغالة أو تشتغل بنوع من بالمتاح أمامها. لذلك أستطيع أن نقول أن كل ضحايا الألغام تم تأهيلهم أو من استطاعوا الوصول إلى المراكز الصحية هي كانت بدعم هذه المنظمات الدولية. المنظمات الجانب الحكومي دوره محدود جدا. يجب أن تتقدم الحكومة اليمنية بخطوة إلى الأمام في علاج هؤلاء الضحايا وعلاجهم نفسيا، لأنه لا يمكن لشخص بترت ساقي أو قدمه أو فقد عينيه أو أحد أطرافه أن يعيش بنفسية سوية وهو بهذا الحال. فبالتالي الجانب النفسي هو أهم ما يمكن لهؤلاء الضحايا. ثم يأتي الإنصاف لهؤلاء الضحايا. نعم، المحامي ياسر المليكي، شكرا جزيلا ضيفنا في هذه الفقرة. مرحبا بكم من جديد. يتفنن بعض مالكي البوفيهات والكافتيريات في تعز في تقديم عروض فاكهة الصيف المانجو وتعليقها على واجهات محلاتهم بأشكال مختلفة تجذب المرء. ويمثل الصيف فرصة لهؤلاء إذ تزيد إنتاجية ثمار المانجو التي يمثل صنف البركاني أهمها وأجودها في هذه المحافظة. وأنت تسير في شوارع تعز وإلى أي جهة يممت نظرك يقابلك مثل هذا المنظر؟
قطوف ثمار المانجو تتدلى، والجميل في الأمر تلك التشكيلات التي يصنعها العاملون في البوفيات وإبرازها في صدارة واجهات الكافتيريا. تتزهر محلة بيع العصائر بفاكهة الصيف المانجو، ويعتبر تعليقها على واجهة المحلات بمثابة أسلوب عرض تسويقي لجذب انتباه المارة في الشوارع وجعلهم يتهافتون للحصول على كأس من هذا العصير المركز. أفضل عصير المانجو كوني حتى بثلاث الوجبات، كوني يعني أفطر بالفوفية، وأحيانا أخذ يعني غدا وتغدى بالبوفية وأشرب المانجو. حتى الأولاد حقي يشتون المانجو كل جمعة وسبت، آخر يقوم إلى البوفية. ليس بمقدور كل عامل كافتيريا عمل عصير مانجو مركز، لذلك يعتني ملاك البوفيهات باختيار العامل على آلة العصر من الأشخاص الذين خبروا العمل في المجال وأتقنوا إنتاج عصير المانجو بمذاقه المميز. بالنسبة لعصير المانجو أيضا يختلف من بوفيه إلى أخرى حسب العصار، حسب العصار والنكهة التي يتركها العصار للعصير الذي يقوم بعصره. حتى انه بعض الاحيان اطلب عصير بدون سكر فتطعم له مذاق اخر، المانجا نفسها فيها مذاق لا تحتاج الى زياده سكر. فاكهه المانجو من الثمار التي يلائم فصل الصيف نضوجها، ولأن في هذا الفصل تكون الأجواء حارة فإن جسم الإنسان يتطلب مزيدا من السوائل، ما يجعل تفضيلات أغلب الزبائن هو هذا العصير. أيام موسم المانجا الطلب يزيد العمل مع غير الصناعي، يعني أيام المانجا الطبيعي مثل قلب الثور، مثل السمكة، مثل التيمور، يعني يزيد العمل أيام المواسم. أعز مانجا مانجا البركاني بصفتها قلب الثور والبومبي والسمكة، وأعز فيها التيمور. المانجو يمكن أن تؤكل كفاكهة، غير أن عصرها بإضافة الماء البارد يجعل للعصير مذاقا لذيذا، ويجعلها من العصائر الرائجة المفضلة لدى الكثير. المانجو تعتبر من الفاكهة الموسمية، وننصح أي شخص أن يستغل فرصة الموسم ويقوم بشراء المانجو في موسمها أو أي فاكهة أخرى حسب موسمها، ولا فوائد عظيمة أيضا لا تكون فيها كالكربون، لا يكون فيها غير موسمها من السموم. يعتبر وادي البركاني أكثر الأودية التي تزرع في تعز، ويوفر هذا الوادي المانجو بأصنافها المتعددة وبكميات وفيرة. ليس البركاني وحده من يزرع فيه أشجار المانجو، فأودية تعز كثيرة وجميع تربتها تقريبا صالحة لزراعة هذا النوع من الأشجار. وادي الضباب القريب من تعز تتوافر فيه زراعة هذا النوع من الشجر، ومع موسم الصيف يقوم المزارعون بقطف ثمار المانجو وبيعها. غالبية هذا المنتوج الزراعي يتم تحميلها على وسائل النقل وتوزيعها على أسواق مدينة وأرياف تعز وحتى إلى أسواق المحافظات المجاورة. تتوارث أسرة في تعز الطب الشعبي وتمارس عملها في مجال تكبير كسور العظام منذ زمن، ويعتبر اليوم محمد يحيى عمر أشهر من يحترف هذه المهنة، إذ تستقبل عيادته الخاصة في مجال التطبيب العشرات يوميا.
كل من في هذا المكان جاء وهو يشكو من ألم كسر أصابه في اليد أو القدم أو في أي من أجزاء الجسم المختلفة. تزدحم العيادة الواقعة وسط مدينة تعز منذ الصباح، ويتردد الكثير عليها من مرضى يعانون إصابات في العظام، وهم من مختلف الفئات العمرية من الجنسين. في العيادة يمارس محمد الرجل الخمسيني تجبير الكسور ضمن مهنة يتوارثها منذ سنين عن أبيه يحيى عمر، أشهر من عمل في الطب العربي في هذا المجال، وذاع صيته على مدى 40 سنة في تعز وبعض المحافظات المجاورة. الوالد جلس هنا بالسوق يجبر داخل مدينة تعز أكثر من 40 سنة، كان يشتغل والمعروف عند الناس جمعة بالقرى بالمدن شهرة الوالد. نحن الآن أكثر شغلنا يجي يحيى عمر، نحن واحد يعرف محمد يحيى عمر، لكن كل أكثر الناس يحيى عمر. يقول محمد إنه استفاد كثيرا من ملازمته لوالده طيلة الفترة الماضية، وهو يقوم اليوم بتجبير العظام من كسور وتطبيب المرضى الذين يعانون الخلع والالتواءات وما شابه ذلك. كنت جلس جنبه أمسك له أو بهمعه جلس بمحله كذا شوية وجلست أسأله ليش أبا في هذه كذا تعطي فيه وليش تعمل لي كذا، والذي أخذ منه بعد فترة كبير قمت أمارس العمل. شاف الوالد الله يرحمه شاف العمل قال تمام. من اللقاء يبدو الرجل متواضعا بسيطا، وزاد احترافه للطب التقليدي في مجال حساس مثل تجبير العظام من احترام الناس الذين يستنفعون من علاجه وينال رضاهم، لا سيما أولئك الذين يعجزون عن العلاج في المشافي بسبب التكاليف الباهظة ويلجؤون إلى الطب الشعبي للتداوي. الدكاترة قالوا لي يحتاج إلى 800,000. تمام، قلت لهم أنا ما أقدر أدفع ولا حاجة، أجيت عند محمد يحيى صلحها تمام دحين الحمد لله. أخذها خبرة، وكان أبيه يعني مشهورا في هذا المجال، فكان لا يرتجل العمل وإنما كان يقتبس خبرته من أبيه. مثل هذه الصورة توضح كيف كان الصغير الذي تعرض لحادث سقوط تسبب له بكسور في اليد، وكيف أصبح بعد جلسات العلاج عند مجبر الكسور محمد يحيى عمر. الكسر لما تحاول ترجعه محله، منهم نستخدم له العيدان ولا المساطر حق السكريم، ومنهم نستخدم له الجبس، سواء كل كسر على طلبه، على كل مثل ما تقول كل كسر حسب طلبه. والله كانت حالتها، كنت أقول أنها ما ترجعش، كانت حالتها سيئة يعني، والحمد لله الدكتور فلاك شفت ورجع الحمد لله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. ما كنت أتوقع كان هذا بيكون، لأن اليد تعقوا ثنتين كان مش موجود كل واحدة بيجيها. أما وصلنا لهنا أشوف اليد تعقوا كل واحدة بيجيها الآن الحمد لله. يعود تجبير العظام إلى الطب الشعبي أو التقليدي الذي كان يتم فيه قديما علاج الناس قبل ظهور الطب الحديث، ورغم انحسار التداوي في هذا المجال لا يزال البعض يفضل التداوي عند العاملين في الطب الشعبي إيمانا بقدرتهم وبعيدا عن التدخلات الجراحية والكيميائية. طب قديم ما كان في عمليات، ما كان في مستشفيات، ما كان سواء كانوا يربطوا بالجلف هذا حق الخشب، سواء ربط بأي شاش بأي مربط، سواء أصبح إنهم تعارف عليهم من زمان. أنا تجربتي معهم مش لأول مرة، وربما كذلك حتى في بعض أبنائي. كل من يحصل له كسر أو ألم في المفاصل أنتقل به إلى عيادة الدكتور محمد يحيى عمر. بن عمر يقول إنه يتعامل بمسؤولية مع المترددين على عيادته، وفي حال تطلب المريض لتدخل جراحي فإنه يقوم بتحويله على المشافي. في زبائن يجي كسر في بو جراح في بو كذا أو يحتاج إلى تدخل جراحي أحول به على الدكتور على أي دكتور مستشفى.
قبل الحرب كان الرجل ينتقل إلى القرى والمحافظات المجاورة لعمل تجبير كسور حسب طلب أهالي المريض، غير أنه حاليا يمارس عمله في العيادة ويستعين بأحد أولاده الذي تخصص في الأشعة لعمل ما يلزم للكسور التي تتنوع من مريض لآخر. ارتبط الطب الشعبي في تاريخ الحضارات المختلفة، وفي اليمن حظي الطب الشعبي باهتمام الناس، وظل المرضى يترددون على عيادات ومحلات الطب التقليدي رغم وجود المستشفيات وظهور الطب الحديث. إلى هنا نصل إياكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حتى نلتقيكم الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وحفظه.